إذ نتحدث عن الهجوم الذي وقع أمس على قاعدة أمريكية وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، إذ ما أردنا أن نتوسع بالحديث عن الرد الأمريكي جراء هذا الهجوم، كيف سيكون ومتى، وأيضا ما هي تبعات هكذا هجوم في هذا التوقيت؟ بكل تأكيد هذه الضربة جاءت حقيقة نتيجة بكل تأكيد هناك استفزازات حصلت في الفترة الماضية من قبل القوات الأمريكية، واستهدفت بعض الشخصيات والمقار لجماعات مسلحة سواء في العراق أو في سوريا. لكن عملية أنه توجه ضربة إلى القواعد الأمريكية في هذه المنطقة بالذات لربما سوف يكون له تبعات كبيرة جدا. نحن مع خطاب دولة رئيس الوزراء المتوازن الذي يدعو إلى التهدئة وعدم جر البلاد إلى صراعات لربما تكون مفتوحة نتائجها مؤثرة بشكل كبير جدا، لربما أنه تكون الضربة الأمريكية القادمة ضربة أقوى من الضربات السابقة، سوف يتم فيها استهداف قطاعات لربما الحشد الشعبي لفصائل المقاومة لشخصيات عراقية، وهذا ما لا نريده لأنه بكل تأكيد سوف يعطل عملية التنمية، يعطل حالة الهدوء والاستقرار السياسي الموجود الآن في الدولة العراقية واللي شاهدناها خلال الفترة الماضية. بكل تأكيد له تبعات سلبية وكبيرة جدا على السلم الأهلي، على عمليات مكافحة المخدرات اللي الحكومة العراقية الآن تتعمل بشكل كبير جدا في هذا الملف، فقد حققت إنجازات وانتصارات كبيرة جدا. عملية الدخول بصراع أو بحروب أو زج العراق يعني بالمعركة الحاصلة الآن في منطقة الشرق الأوسط بكل تأكيد سوف لن يأتي بثمار إيجابية للدولة العراقية. يجب أن تكون يعني الخطوات خطوات أكثر حكمة، تكون متزنة، تكون موضوعية، تعي ما تقوم به، تتعاطى مع الملف الدولي بشكل منطقي وعقلاني، لا أن تذهب باتجاه التصعيد، وهذا التصعيد سوف لن يخدم الحكومة العراقية والدولة العراقية بأي شكل من الأشكال. كلام حضرتك قد يذكرني بتصريح لنيويورك تايمز عندما قالت بأننا نخوض الحرب الآن في أوكرانيا بشروطنا، ولكن نخوض الحرب في الشرق الأوسط بشروط إيران. هل هذا يعني بأن الضربة المباشرة على الداخل الإيراني، طهران تحديدا، ستكون مستبعدة؟ سيدتي أنا أعتقد أنه الضربة حتى وأن تمت في طهران سوف تكون ضربة محدودة وبسيطة، لكن الضرر سوف يقع على سوريا، على العراق، على لبنان، على باقي دول المنطقة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. علينا أن نكون حكماء في قضية التعاطي مع هذا الملف في هذه الظروف الحساسة. نعم. الظروف خطرة جدا، جر البلد إلى صراع كما قلنا مفتوح مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا نستطيع يعني مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية على أقل تقدير في قضية الأجواء والفضاءات المفتوحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية بقبال عدم وجود دفاعات جوية عراقية قادرة على إيقاف أي هجوم يأتي من الفضاء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. علينا لا نتعجل في اتخاذ خطوات لربما سوف تكون غير مدروسة، وهذه الخطوات لربما تكلفنا الكثير.